فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مجموعة أقلام لينك. هذا البرنامج برعاية بنك درمان الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. فيا ربي لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فيا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأهلا ومرحبا بكم إخوتي في الله من المشاهدين والمستمعين لقناة وإذاعة طيبة الفضائية على امتداد أثيرها المبارك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء. وكما تعودنا دائما أننا نبدأ الحلقة بكلمة موجزة مختصرة نذكر بها أنفسنا وإياكم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفتح الباب للإخوة المشاهدين والمستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. فإن كنا نعلم قلنا بما نعلم، وإن كنا لا نعلم قلنا الله أعلم. وأذكر الإخوة المستمعين بأرقام الاتصال وهي 0-183-43-87-99 و 0-183-43-46-82 و 0-183-40-47. وبالنسبة للإخوة المشاهدين فهي موجودة على الشاشة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وأبدأ الحلقة بكلمة موجزة مختصرة، وهي تدور حول آيات من كتاب الله عز وجل متتالية من سورة العلق، وهي قول الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذه الآيات الثلاثة تكلمت عن موضوع مهم جدا يحتاج إليه كل إنسان. فالآية الأولى تكلمت عن قابلية الإنسان للطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى. والآية التي بعدها تكلمت عن أسباب الطغيان، رآه استغنى. والآية الثالثة تكلمت عن علاج الطغيان بالنسبة لأي إنسان، وهي قول تبارك وتعالى: إن إلى ربك الرجعى. وكما أنها تضمنت هذه الآية التهديد والوعيد الشديد بالنسبة للإنسان الذي وقع الطغيان في نفسه، وهي تتضمن إخوتي في الله العلاج لهذا المرض الموجود عند بعض الناس. أما الجزء الأول فإن الإنسان، قال الله تبارك وتعالى: كلا، يعني حقا إن الإنسان ليطغى. واستخدم الشارع ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الإنسان بال، إنسان مفرد معرف بالال
بألا التي تفيد الاستغراق، استغراق الجنس. يعني أي إنسان على وجه الأرض، كلا إن الإنسان، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بخلقه من غيره سبحانه وتعالى. فبين عز وجل أن نفس الإنسان عندها قابلية للوقوع في الطغيان. أي إنسان سواء كان زعيما أو وزيرا أو مسؤولا أو شخصا عاديا أو حتى غفيرا أو حتى لم يكن له أي عمل، كل هذا الإنسان له قابلية لأن يطغى، يحل الطغيان في قلبه. والطغيان هو مجاوزة الحد من طغى، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فتجاوز الحد في الأمر يسمى طغيانا لغة. والإنسان إذا تجاوز حده في المعصية وتجاوز حده في الظلم، ظلم الناس وغير ذلك، يسمى طاغية. أو تجاوز الحد في أمر من الأمور الشرعية في غير المسموح به شرعا، ويكون الإنسان طغى، تجاوز الحد. وإن كان بعض العلماء حملوا هذا العموم على أنه عام مخصوص، ولكن يعني الذي لا يختلف عليه الناس أن نفس الإنسان عندها قابلية للوصول للطغيان. لذلك الإنسان يبحث في نفسه عن الطغيان الذي هو موجود في داخل النفس. إذا ظهر لك الطغيان لابد أن تعرف يعني أسبابه وتسعى لعلاجه. أي زول في الدنيا دي، أي بشر، أي بني آدم، لابد أن يراقب نفسه حتى لا يقع، لأن النفس أمارة بالسوء، هذا الأصل فيها. إلا أن يوفق الله تبارك وتعالى الإنسان لتطويع هذه النفس ومعالجتها. فلذلك المولى تبارك وتعالى يقول: الرآه استغنى، يعني من أسباب الطغيان أن الإنسان يرى نفسه قد استغنت، استغنت تماما. وهذا الاستغناء جلب له هذا الطغيان. يعني كان الاستغناء سواء كان بالمال، سواء كان بالجاه، سواء كان بالسلطان، يعني بالقوة. أحيانا الإنسان بقوته كما فرعون، إذ هبى إلى فرعون إنه طغى. فرعون استغنى بقوته، استغنى بقوته عن كل شيء فطغى، وتجاوز الحد في الطغيان، في الظلم والتعدي على الناس وتعذيب وقتل الرجال واستحياء النساء وقتل الأطفال، تجاوز الحد. وكذلك قارون طغى بماله، وفي بعض الناس الآن يطغى بجاهه فقط. فيشعر الإنسان بأنه قد استغنى، استغنى بنفسه، نفسه استغنت، سواء كان بالقوة أيا كان نوعها، فيستغني الإنسان فيظهر فيه الطغيان، وهذه هي المصيبة العظيمة. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: إن إلى ربك الرجعة. يعني يا أيها الطاغية، يا أيها الإنسان الذي ظهر فيه الطغيان، لابد أن تنتبه لنفسك، لابد أن تعالج نفسك، لأن ميعادك قريب، وأن لقاءك مع الله تبارك وتعالى ليس ببعيد، وأن الموت آتيك لا محالة وسترجع إلى الله عز وجل. وهذا التهديد يتضمن أن الإنسان إذا ذكر هذه الآية أقلع، وهذه من وسائل علاج الطغيان في النفس. فلذلك إخوتي في الله، المولى تبارك وتعالى يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هي المأوى، أي أن الإنسان إخوتي في الله الذي يطغى لابد أن يذكر أنه سيلقى الله. يعني بعض الناس تلقاه يطغى فيقتل، يعني يزهق الدم ويقتل الروح المعصومة، يقتلها وينسى أنه سيرجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا المقتول سيأتي يشخب دما يوم القيامة ويأخذ بتلابيبي، يقبقب كده وخدت بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول: يا رب سله لما سفك دمي. وكذلك أن الإنسان الذي يعني يظلم الناس فيأكل حقوقهم ويتعدى عليهم بالسب والشتم وغير ذلك، لأن هذا سببه الطغيان، لأن الإنسان طغى سواء كان بسلطة أو بجاه أو بمال أو بغير ذلك طغى. فهذا الطغيان أورثه الوقوع في ظلم الناس، أورثه الوقوع في ظلم الناس. وهنا إخوتي في الله يعني الإنسان لابد أن يذكر أنه سيلتقي، أنه سيرجع إلى الله تبارك وتعالى، يعني ستأتيه لحظات يموت وينتقل إلى الدار الآخرة. فهنا بعض الناس يتعظ فيعود إلى الله تبارك وتعالى ويقلع عن الطغيان ويسعى جاهدا لمعالجة نفسه. هذا هو القرآن الكريم إخوتي في الله، يبين للناس بيانا شافيا بعض الخصال التي قد تكون موجودة في بعض الناس وكيفية معالجة هذه الخصال الذميمة. أسأل الله تبارك وتعالى
لي ولكم التوفيق والسداد، إلى أن ألقاكم إن شاء الله بعد فاصل قصير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وادي الجندي لصيانة وتأهيل السيارات، أحدث مركز لصيانة جميع أنواع السيارات على أيدي فنيين ومهندسين مهارة، صيانة دورية، صيانة وقائية، صيانة طارئة، فحص بالكمبيوتر، سمكرة وطلاء السيارات، بنشر حديث، ترصيص لساتك السيارات، ميزان دريسكون، غيار زيت بالشفط، صيانة ونظافة التميزرات. يوفر المركز جميع أنواع قطع الغيار اليابانية والكورية أصلية من المنشأ. سلمنا المفتاح وارتاح. وادي الجندي لصيانة وتأهيل السيارات. بنك أم درمان الوطني رائد وتقنية المصرفية الآن ومن ضمن سلسلة خدمات البنك الإلكتروني بنك نت، حزمة خدمات الإنترنت المصرفية. التحويل بين حسابات العميل، شراء الكهرباء، سداد الفواتير، الحصول على كشف حساب، معرفة أسعار العملات الأجنبية، الحصول على رصيد الحسابات والموقف المالي، إضافة إلى المزيد من الخدمات عبر الرسائل النصية. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة أقرب فرع من فروعنا أو التواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للبنك. بنك أم درمان الوطني، ملتزمون باستدامة التفوق. مجموعة أقلام لينك، الجديد من أقلام لينك قلم جلايسر. قلم جلايسر متوفر بعشرة ألوان مختلفة، هيكل مزخرف وجذاب، مظهر براق، مقبض مبطن، كتابة رقيقة وسلسة. والمفاجأة قلم التوأم، رصاص وحبر في قلم واحد. مجموعة أقلام لينك، الوكيل الحصري لأقلام لينك بالسودان، مكتبة العاصمة القومية. موقعنا الخرطوم، شارع طيار مراد مقابل صيدلية كمبان، بحري المحطة الوسطى، غرب مجمع أصيلة، أم درمان مجمع المكتبة، جنوب الوسطى. مجموعة أقلام لينك. للاستفسار 0183 77 0518. مجموعة أقلام لينك، كتابة عميقة بتأثير عميق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والآن نستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات. معنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأخ. يبدو أن هناك يعني إشكال في الاتصالات. معنا أختنا رقية، تفضل يا رقية. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. مازال من سمع أولى بالفوز، وجعلنا الغزين سوا لآية ولا مغولة. أي لو سمحتي أرخي الصوت حق التلفزيون شوية كده واسمعيني من السماعة. أي من السماعة؟ أيوة. طيب بدل من المغولة. المغولة شنو؟ وجعلنا لكل شيء سبب. أي ولا مغولة؟ طيب وجعلنا لكل شيء سبب. وجعلنا لكل شيء سبب. أي طيب ها. أي ولا مغولة؟ أي تسمع الإجابة إن شاء الله. كويس. عندك سؤال تاني؟ لا شكرا جزيلا. أختنا نون، تفضل يا نون. لو سمحت يا شيخنا. أيوة. بس شوف كان هنا ايش شنو حاله عند اخت تبي يعني حلفت يعني عملتها حاجه وحلفت انها ما عملت هي عملت، لكن
هي كانت يعني جاهزة تعملها، لكن هنا من حلفت حلفت جاهزة عملتها، لكن ما أنا يعني جاهزة. يا أختنا نون كده، أنت أكفل صوت التلفزيون شوية، في تردد في صدى. أكفل الصوت حق التلفزيون، أرخي الصوت عشان أسمعك طوالي مباشرة من السماعة. قلت لك ما قدرت أعرف من الحليفة يعني. أيوة يعني عندنا أخذ كده حالة فتي يعرف في موضوع. أيوة هي عملت يعني عملت الحاجة دي، لكن لما سألوها حلفت عملتها، لكن هي كانت جاهزة، لكن لما سألوها هي قالت أنا ما جاهزة. يعني حلفت على حاجة ايوه يمين اه، وبعدين طلع انه الكلام على خلاف ما حلفت. لا هي الحاجه قالت عملتها، هي صح عملتها، لكن هي كانت قاصده، يعني هي قالت ما قاصده، لكن هي كانت قاصده يعني يعني حلفت على حاجه انها ما عملتها، وهي في الاصل عملتها. هي عملتها وقالت عملتها، يعني احترفت انها عملتها بعد الحليفه. بعد الحليفه احترفت انها عملتها، يعني قالت انها عملتها. لا واضح، واضح يا اختي، واضح جدا، واضح جدا. خلاص شكرا لك، الله يجزيك خير. اخونا حمدان، تفضل يا حمدان. السلام ورحمه. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه. بارك الله فيك. انا بزال عندنا شيخنا هنا قال ما تجيبوا معكم الاطفال في الجامع. ماله؟ قال ما تجيبوا معكم الاطفال في الجامع. قال ما تصحوا معاكم الاطفال في الجامع، ما جيبوا معاكم المسجد. نعم. طيب استحاب الاطفال في المسجد، مش سؤالك يا هدى؟ نعم. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبه للناس اللي يصلوا في الكراسي. ها؟ بالنسبه للناس اللي يصلوا في الكراسي. الناس اللي يصلوا في الكراسي. نعم. طيب معلوم؟ بالنسبه للكرسي، ارجل الكرسي. يكون مع أرجل الناس ولا يكونون ورا شوية؟ يعني يقفوا مع الصف مع الناس ولا يمشوا لقدام؟ الكرسي يكون مع الأرجل حق أرجل الناس واقفين، ولا الكرسي يتأخر ورا حد؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. أنت قاصد موقف الإنسان القاعد في كرسي وين يقف في الصف؟ يقف مع ناس يصايون في الصف، ولا يمشي يرجع الكرسي لورا ويقف هو في الصف؟ مش سؤالك يا هدى؟ نعم. اخونا محجوب. ايوه تفضل يا محجوب. واحد عاوز يقترض سلفيه. واحد عايز يقترض سلفيه من البنك الزراعي. نعم. السلفيه دي دار اقترضها 30 مليون. 30 مليون. ايوه. عاوز يشتري مني شتول بتاع جنديل بال 30 مليون ده. ايوه. مثلا ناس البنك قالوا له والله احنا جانا امر احنا ما نتعامل الا مع شركه ذاتنا، والشتول شتول سعوديه دي بلحي وسكري وغيره، وهو عاوز الا الجنديل. نعم. قالوا له تجيب لنا فاتوره باي حاجه ثاني. مثلا لتاجر، التاجر طلع له فاتورة بمعدات زراعية بمبلغ 30 مليون. نعم. وفعلا التاجر استلم 30 مليون من البنك. نعم. استلم 30 مليون من البنك، جاء أدى الزول أداه بعض المعدات الزراعية ب 10 مليون. والباقي رجع له كاش؟ والباقي أداه كاش. الراجل بالكاش بال 20 مليون ده مش اشترى شتول بتاع جنديل. نعم نعم. وملحوظه طبعا البنك دار بعد سنتين بالربح بأربع 5 مليون، وهو دفع 3 مليون ونص مقدم. المعامله دي ربويه ولا لا؟ تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. الله بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير. نجيب على هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك إن شاء الله
نفتح الباب إذا وجدنا وقتا للإخوة المشاهدين والمستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. أختنا رقية سألت عن الآية في قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فأتبع سببا. وكررت هذه الآية في القرآن الكريم. والمولى تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب، هو مسبب الأسباب، وأن الإنسان يأخذ بالأسباب، والأصل في الأسباب أن مسببها هو المولى تبارك وتعالى، والإنسان يسعى جاهدا للأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل على الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان الذي يعتقد معتقدا صحيحا يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله تبارك وتعالى. والسعي والأخذ بالأسباب هو من صميم العقيدة، من صميم العقيدة، وأن الإنسان يعني لا بد له أن يأخذ بالأسباب، لا بد له أن يأخذ بالأسباب. وما في إنسان، لذلك لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه رحمة واسعة: ليس في الحديث دلالة على جواز الكسل، ذلك أن الطيور خرجت من أعشاشها وذهبت تلتمس الرزق سعد. والسعي هذا هو الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب. لذلك السبب مربوط بالمسبب، إذا الإنسان أخذ بالسبب حصل له المقصود، حصل له المقصود. والسبب نفسه عند بعض العلماء، يعني عند الأصوليين، ما يلزم من وجوده الوجود، من عدمه العدم، لأن حتى بعض العلماء وجد شبه بينه وبين بين العلة. وهذا كلام أصول دقيقة لا تفهمه أختنا رقية، ولكن بينا لها الأمر والله تعالى أعلم. أختنا نون بتقول إنه يعني أختها حلفت أيمان على أنها لم تفعل شيئا، ثم تبين لها أنها فعلته وجاءت ورجعت. طبعا نحن ماذا ندخل في نيته يا أختنا نون، إنها كانت قاصدة ولا ما كانت قاصدة؟ لأن حكاية القصد دي يعني قد تكون ما كانت متذكرة، وقد تكون إنها ما كانت عارفة، وقد تكون هي أصلا ما يعني ما كانت مستوعبة الأمر فحلفت، أو في لحظة من اللحظات أنها كانت يعني استخدمت التورية أو كذا، أو شيء من هذا كله محتمل يا أختي يا نون. فأنت ما تقولي كانت قاصدة وحلفت بعد رجعت قالت ما كنت قاصدة. إحنا نترك الأمر لها، هي قصدها ده موجود في قلبها جوا، لكن نقول لها هي نفسها أختك دي لو حلفت وكانت عارفة دي يمين غموس. لأن الأيمان على ثلاثة أنواع: في أيمان لغو، وأيمان منعقدة، ويمين غموس. اليمين اللغو التي يحلف فيها الإنسان لا والله ولا بالله وغير منتبه، يعني ده كما يقول بعض الناس والله 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 والله، ده سموه يمين اللغو. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني الأيمان المنعقدة التي يؤاخذ عليها الإنسان تحلف جازم، دي النوع الثاني يسموها الأيمان المنعقدة، تحلف جازم يا أختي بأنه والله الشيء ده كده، ثم يبان خلاف ذلك، تقول جاي داك فلان والله ده فلان، انت ظهرت لك علامات انه ده فلان، نمن جقر منك ظهر ما فلان، دي يسموها أيمان منعقدة، وهذه لابد لها من كفارة. يمين اللغو ما فيها كفارة، اليمين المنعقدة لابد لها من كفارة، زول يحلف صادق على شيء ثم يبان خلافه، أو يحلف يقول والله ما أمشي، يقوم يمشي، يعني يغير رأيه ويقوم يمشي على الكفارة حقة اليمين. والكفارة معروفة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما النوع الثالث اللي واقع في أختك دي اللي هو اليمين الغموس، إن الإنسان يحلف كاذب، يحلف الإنسان كاذبا بالله تبارك وتعالى،
يقول والله ما مشيت وهو مشى، والله ما عملته هو عمله، ده بيسموه يمين غموس، وهذه ليس لها كفارة إلا التوبة والاستغفار، ليس لها كفارة أبدا إلا التوبة والاستغفار، أن الإنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة تكون بشروطها الخمسة: الإخلاص والندم والعزم على عدم العودة والإخلاص والإقلاع والندم والعزم. وإذا كان الذنب متعلق بحقوق آدميين رد الحقوق إلى أهلها، دي خمسة شروط للتوبة النصوح. احتمال تكون أختك دي يا نون تابت إلى الله تبارك وتعالى ولا تغيرت راية، ندمت حققت الأشياء الأربعة، ولأنه احتمال يكون الكلام ده ترتب عليه أشياء، جات كلمتكم وقالت لكم والله أنا يا جماعة، أنا والله يا جماعة ما كنت قاصدة، أنا حلفت والكلام ده صححت لكم الكلام، وبالتالي يكون هي خرجت من العهدة الشرعية ولا كفارة عليها، لأن هذه يمين، يمين غموس، يمين غموس، والله تعالى أعلم. أخونا حمدان من نهر النيل قال إنه في بعض الناس اعترضوا على دخول الأطفال إلى المسجد، هل يجوز منع الأطفال من الصلاة في المسجد؟ طبعا يا جماعة الحديث الصحيح الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين حديث أمامة بنت العاص ابن الربيع أنها كانت تأتي المسجد وكان عليه الصلاة والسلام يحملها صلوات ربي وسلام عليه إذا رفع إذا قام، ويضعها صلوات ربي وسلام عليه إذا سجد وركع صلوات ربي وسلام عليه. وهذا الحديث أخذ منه العلماء جواز اصطحاب الأطفال إلى المسجد، جواز اصطحاب الأطفال إلى المسجد. واصطحاب الأطفال إلى المساجد يعني في أصله لا يمكن أن يمنعه أحد مع وجود هذا الدليل وغيره من الأدلة، سواء كان حديث الحسن يوم الجمعة ابن علي لما دخل المسجد فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر وأخذه وصعد به ورق به المنبر صلوات ربي وسلامه، وقال إن ابن هذا سيد وعلى الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذا دليل كذلك على عدم صحة منع الأطفال من دخول المساجد، إلا إذا شوشوا على الناس يعني أحدثوا في المسجد تشويشا وأصواتا وضجيجا، وهذا الضجيج يعني أزعج المصلين وشغلهم عن أداء الصلوات، يكون المنع ليس في أصل الحالة وإنما لسبب آخر، لسبب آخر اللي هو الإزعاج الحصل في داخل المسجد، فلذلك يعني يمنع لهذا السبب، ليس لأن الأصل المنع، ليس لأن الأصل، بل كان السلف يحبون اصطحاب الأطفال إلى المساجد ليتعودوا على صلاة الجماعة، فمن شب على شيء شاب عليه، وهكذا يعني يغرس الناس في قلوب أطفالهم محبة المساجد. أما الذي يحتج به بعض الناس فيقولوا جنبوا مساجدكم يعني صبيانكم ومجانينكم وبيعكم، هذا الحديث في ضعيف يعني ضعفه بعض العلماء ولا يقوى على مواجهة الحديث الآخر أو معارضة الحديث الأول، حديث أمامة العاص بن ربيع وهو موجود في الصحيحين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحبها معه إلى المسجد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا حمدان من نهر النيل سأل كذلك سؤال عن صلاة الكراسي. طبعا أصبح الآن المساجد لا تكاد تدخل مسجد إلا وفيه كراسي، هذه مسألة طلعت جديد يعني ما زمان ما كانت عندنا، يعني زمان كانت تلقى المساجد دي ما شاء الله الواحد عمره 80 سنة تلقى واقف على حيله قاعد يصلي يعني بكرعينه، والمفارقات العجيبة تلقى بعض المساجد الواحد يصلي في كرسي لما يقدموه إمام يصلي واقف على حيله. فالصلاة على كرسي يا جماعة، ربنا قال في القرآن الكريم وقوموا لله قانتين، والأصل والفرض في الصلاة أن يصلي الإنسان واقفا واقف على حيلك، هذه الصلاة الصحيحة. إذا الإنسان بيقدر إنه يقف على حيله وصلى جالس صلاته طبعا باطلة ما في شك. وكذلك بعض الناس يترك الركوع ويترك السجود ويجلس على كرسي لأنه لا يقوى على الركوع، طبعا هذه مسألة جماعة مسألة تحتاج إلى تحقيق، بمعنى أنه الإنسان لابد أن يتأكد تماما أنه لا يقوى على السجود ولا يقوى على الركوع، فتصبح المسألة في حقه رخصة من رخص الشارع الحكيم أن الإنسان يؤدي الصلاة على الكيفية التي يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إذا تأكد الإنسان من هذه الحالة وأنه يجوز له استخدام الكرسي فبها ونعمت، وإلا فالأولى حتى لا يبطل الإنسان صلاته إنه يسعى وشاف الناس جلسوا على الكراسي على طول ترى جرى له كرسي وقعد لأنه مجرد عنده وجع صغيرون كده في رجله أو في كراعه أو في أصبعه أو غير ذلك. فيعني ما ينبغي الإنسان يترخص بغير مسوق، لأن هذه رخصة وليست حالة أصلية، والرخصة لا يقاس عليها ولا يعتمد عليها في مقابلة القدرة على فعل العزيمة. القدرة على فعل العزيمة الأصل مطالب بها الإنسان شرعا. فلذلك إذا وجد الإنسان من نفسه أنه لا يقوى على الركوع ولا على السجود ولا حتى على القيام وصلى جالسا في الكرسي، فإن الأفضل والأولى أن يكون الكرسي هو في محاذاة الصف، الكرسي يكون مع الناس، هو الكرسي ما كرعين، هو قد يكون بارز لقدام، هو يكون بارز لقدام والكرسي يكون في محاذاة الصف. ليه؟ لأن المكان الذي خلفه ليس له، إنما هو للشخص الذي وراءه، الشخص اللي وراءه ده مكانه. لما أنت خدت الكرسي أنت وراء الزول ده قد يكون يعني أنت أخذت مساحة اللي بيسجد فيها، ما يطمئن في سجوده أبدا الذي خلفك. وأحيانا قد يكون الكرسي مكسور، تخيل الإنسان ده الوراق ده عايش في خوف إن الكرسي ده يقع وتغمته تحت، يعني تقوم تعوقه، يعني تسبب له الأذى الجسيم في رأسه وما تصرف، ما منطقة سهلة يا جماعة. فلذلك الإنسان يكون الكرسي في محاذاة الصف، الكرسي يكون في محاذاة الصف وإن برز هو إلى الأمام، وإن برز هو للأمام. طبعا بعض الناس بيعملوا حركة هي موجودة الآن في المساجد، تلقاه يخد الكرسي يقعد في الص يعني وراء بعد هو يكون في الصف، فإذا قام جر الكرسي وإذا رجع الكرسي لورا، يعني شغال حركة كده. حركة هذه يا جماعة هي كذلك فيها إشكال، لأن حركة خارج عن الصلاة لغير سبب. يعني إذا كان أصل الكرسي أنت تخليه معلون حركات دي كثير عند الملكية تبطل الصلاة. فلذلك الإنسان يخلي الكرسي قاعد في الصف هو المحاذي، هذا الأولى وهذا هو الأفضل، وإن برز هو يعني أمام الصف، أمام الصف لئلا يتغول على المكان الذي خلفه أو قد يسبب له الأذى، ولا علّه أنه الحركة هذه ربما تسبب له إشكال في 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 صلاته، لأن الإنسان يجب أن يكون قانتا، يكون يعني مستقيما، يكون واقفا، يكون الإنسان يعني ساكنا لا حركة في جسده إلا ما أباحته الشريعة. فالحركات المباحة في الصلاة هي حركات يعني مشروعة، أما الحركات غير مشروعة ربما أوقعت الإنسان في بطلان صلاته، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا محجوب من دنقلة قال أخذ سلفية من البنك وأدى طلب البنك منه فاتورة، وبعدين المشى جاب الفاتورة من صاحب الدكان حق الأغراض الزراعية، ومشى البنك سلم القروش لصاحب الدكان، صاحب الدكان جاء أداه يعني جزء بضاعة والباقي أداه ليه كاش. طبعا يا جماعة في خطورة في هذا الأمر، لذلك يعني مسألة البيع البنك لا بد أن يتملك السلعة. يعني هذه الصيغة يا أخي يا محجوب تسمى هذه صيغة مرابحة، ليست مشاركة وليست مضاربة، إنما هذه مرابحة. والبنك أكيد خدت عليك أداك مبلغ وخدت عليك مبلغ أكبر منه، والمبلغ الأكبر ده هو هامش المرابحة. عشان يفروا الناس الآن من الربا جاءت الصيغة حقت المرابحة، إنه الإنسان يسلم بضاعة، البنك يمتلك البضاعة وبعد ذاك يجي يبيعها للزول بالسعر الذي يعني السعر الذي يريده. طبعا الآن حال تقدية أخانا يا محجوب إنه البنك مش سلم الشيك للزول ده، وبالتالي البضاعة نفسها بقت ملكه حكما. يعني حتى الآن البضاعة يعني البنك ذاته مفترض يرسل الموظف عشان الموظف ده يعمل إجراءات البضاعة ويسلمك لها أنت مباشرة. دي الطريقة الصحيحة لهذه المعاملة ضبطا لها حتى لا تخرج عن إطارها الصحيح. فلذلك يا أخي محجوب الآن المعاملة هذا فيها إشكال. المرابحة لها شرطان، الشرط الأول إنه البنك مفترض ما يسلم أي زول قروش في يده كاش، وليس البنك. حتى لو أنا جيت أتضارب معك، أنا جيت أعمل معك مرابحة، الشخص أنا مفترض ما أسلم القروش كاش، لأنه لو سلمت القروش كاش
ورجعتها لي بالزيادة يبقى ربا واضح. الشرط الثاني انه الانسان يتملك السلعة، البنك ده قبل ما يبيع عليك انت يا محجوب مفترض يتملك السلعة، يتملكها تصبح حقته، لانها بتدخل في عموم النهي عن بيع ما لا تملك كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم يتملكها اول حاجة، بعد ذلك يبيع عليك انت بالسعر اللي بيعجبه، السعر اللي بيعجبه. في شرط ثالث صحيح فيه خلاف في بعض جوانبه، وهو ان يحوز البنك عين السلعة او يحوز اوراقه اذا كانت من غير المنقولات، يقوم يحوزها. طبعا ده ما في خلاف بين العلماء في مسألة الطعام، الطعام لا بد ان يحوز الانسان وينقله الى راحلته، الى العربية الى الدفار لا خلافه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الطعام حتى يحوز الانسان الى رحله والى يعني مخازنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث عبد الله بن عمر الصحيح. واما اذا كان من غير المطعومات يعني ما طعام، الحنفية اجازوا ان الانسان ما يحوز الطعام، ليس شرطا ان يحوز الانسان هذا الشيء. لكن على كل حال لابد انه يا اخانا زول يسلمك البضاعة حقتك، اذا سلمك جزء سلمك الباقي قروش ده معنى وقعك في المصيبة، كأنما اتخذت انت هذا الشخص يعني مطية لاستحلال المبلغ الربا، وهذه مسؤولية البنك الذي اعطاك، يتحقق من انك انت استلمته. بعد ما تستلم انت البضاعة دي امش بيع لي اي زول تاني عجبك نفس البضاعة ذاتها، يسموه التورق اجازه بعض العلماء، شيل انت بيع البضاعة دي يا محجوب لأي زول تاني، أي زول تلقاه إن شاء الله في محل تاني في أماكن تانية تبيعها أنت خروجا من الإشكال، وشيلها اشتري بها معداتك واشتري بها النخل القنديل الدائري أنت. أما بالطريقة دي فيها إشكال واضح، والله تعالى أعلم. نأخذ فاصلا قصيرا إن شاء الله، نعود إن شاء الله بعده بحول الله تبارك وتعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كتاب الله يدعونا لنرقى بدين الحق للعيش الرغيد، تعالوا نبتني للمجد قصرا يشيع النور بالأمل الوليد. شعاع العلم بالإنسان يرقى إلى الإيمان والمجد السليد، شعاع العلم بالإنسان يرقى إلى الإيمان والمجد السليد، إلى الإيمان والمجد الدليل. وفاحت دوحة القرآن علما يغير النفس بالعقل الرشيد، يحلق في مدى الإشراق فهما ينير الدرب للعهد الجديد. فهيا للعلا نمضي جميعا ببيض
وكم من ملهن على البلد، وكم من ناصع بلسان خير، وكم من صادع حلو نشيد. هي الحلقات منبع كل خير، بحدث عن حماها بالمزيد. هي الحلقات منبع كل خير، بحدث عن حماها بالمزيد، بحدث عن حماها بالمزيد. وباعت لوحة القرآن علما يغير النفس بالعقل الرشيد، يحلق في مدى الإشراق فهما ينير الدرب للعهد الجديد. فهيا للعلا نمضي جميعا ببيض من سنى المجد السعيد، فهيا للعلا نمضي جميعا ببيض من سنى الفجر السعيد، ببيض من سنى الفجر السعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا إسماعيل تفضل يا إسماعيل. أخونا إسماعيل تفضل. الله يبارك فيك. معك إسماعيل من العزاز. أخونا إسماعيل من الجزيرة العزاز. ما شاء الله. تفضل يا أخونا إسماعيل. عندي سؤال واحد بس. تفضل السؤال. دار أعرف غسل الجنابة في وضوء ولا ما في؟ غسل الجنازة؟ غسل الجنابة. غسل الجنابة في وضوء ولا ما في؟ إيه. تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير. أخونا فضل الله تفضل يا فضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. التحية لك والتحية الطيبة نور يقدر نور عليكم زين للسودان عامة. الله يجزيك خير ربنا يحييك إن شاء الله ويحيي جميع أهلنا في القبالي. تفضل. الله يبارك فيك. السؤال الأول يا مولانا، مثل يعني في امرأة يعني مقصر فيها فتمسك مع لها تغيته كان ماشي مناسبة بدية وقالت مقصر فيها كدي من حقها تاجره، زوجته مقصر فيها من حقها تاجره ما مديها حقها المشروع كله والله مقصر فيها يعني من حقها تاجره. بالسؤال يعني هي لا بيصرف عليها ولا مسكنة عليها، لكن مرة كان ماشي مناسبة كيف مديها حقها يعني ما تمشي بيصرف عليها لكن ما مديها يعني كيف يمتع كيف يعني هو ذو قدرته هذه بسيطة يأكلها ويشربها ويلبسها. كان ماشي لمناسبة ما بديه. ماشي مثلا يعني كان قد ديني حاجة ما بديها. هتمتع في نفسها ولا تهجره. يعني زول ناشف. بيجر المرأة. زول ناشف يعني. راجل بيجر المرأة. ده السؤال الأول. السؤال الأول. السؤال الثاني الزول بيصلي في الكرسي. أنا بيصلي في الكرسي. أيوة. السجود بين السجدتين دي طبعا بيكون جالس صواعد بيكون راجل على طول لما تيجي للجلسة للسجد يركع يسجد مثل الصواعد المفروض الضال يجلس في الجلوس بين السجدتين فرض في الساعة دي يعمل شنو؟ يدنجر ساي ولا يجلس الصواعد؟ هو قاعد في كرسي؟ طول صلي واقع على طوله لما الإمام يركع بيركع معاه لما الإمام يسجد على الوضع هو يسجد لكن طبعا طوال يسنجر في الكرسي حسن يسجد يسنجر طوالي ولا يسجد مدنجر ويسنجر في كرسي طوالي ليش ما يسجد طوالي ما الإمام سجد ما هو على الكرسي ما بيسجد في الوضع ما بيقدر يسجد ما بيقدر في الكرسي انا بين السجدين سجدين ده بيقدر في الساعة دي عليهم والسجدين سجدين تسمع الإجابة إن شاء الله هو الزول ده ما بيجي يسنجر حتى يعمل السجد الأول مع الإمام والسجد الثاني هو الكرسي انا قصدي اول يدنجر عمل السجد الاول حتى انطار سنجر على الكرسي عمل الثاني وعلى الامام تسمع الاجابه ان شاء الله مبارك الله يجزيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وشيك السلام عليكم الشيخ كيف حالك الله يجزيك خير ويبارك فيك تمام والله بارك الله فيك تفضل ان شاء الله يا سؤال بتاع البنكي ده انه يا اخي انا امشي على البنكي امشي على البنكي قلت لك نعم البنك يقول لي يا خمسة دي فاتورة من الدكان ايوه
امشي بتاع الدكان بتاع البغال اقول له اديني مواد بتاع 2 مليون. ايوه. قام يديني فاتوره اوديه للبنكي. هسه لما البنك لما اديه الفاتوره يقول لي امشي نادي الزول بتاع العفش ده. ايوه. بصرف لي القروش هو. نعم. بعد يصرف بعد يطلع من البنك برا يقول لي انا اشيل منك 50 100 جنيه وده الباقي حقك. ايوه. هسه الشغل ده كثير ما شغالين على الشيخ توديع عليهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. بارك الله فيك. جزاك الله خير. نجيب على هذه الأسئلة في هذا الوقت الذي بقي، الوقت القليل، نحاول إن شاء الله الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة. نبدأ بالإجابة على سؤال أخينا إسماعيل من الجزيرة. هو سأل عن غسل الجنابة. طبعا غسل الجنابة يعني واجب على كل إنسان، لا بد أن يغتسل بأمر الله تبارك وتعالى، وإذا كنتم جنبا فطهروا، يعني ما لابد أن الإنسان يغتسل، وإن كنتم جنوبا فطهروا، لابد الإنسان أنه يغتسل. طبعا غسل الجنابة في غسل مسنون، وفي الإنسان أتى بالغسل الجنابة على الفرائض الأصلية. إذا أتى الإنسان بالفرائض فرائض الغسل صح غسله، وهو المعروف النية وتعميم الجسد بالماء وتخليل شعر الرأس، هكذا أصبح غسله صحيحا لا إشكال ولا حرج، ممكن يكون خلاص أصبح طاهرا. ولكن هل الإنسان أتى بالغسل المسنون؟ لا، طبعا الغسل المسنون في وضوء، يتوضأ الإنسان، يعني يبدأ الإنسان بغسل يديه ثم يغسل، يعني قبل إدخالهما في الإناء، والآن بقت الماسورة تقول تدخل تغسل يدينك 3 مرات ثم تغسل مكان الأذى. غسلت مكان الأذى تتوضأ وضوءك للصلاة. إن شئت غسلت رجليك مع الوضوء يبقى وضوء كامل، وإن شئت أخرت الوضوء إلى آخر الغسل، ثم بعد ذلك تخلل شعر الرأس، ثم إن شئت غسلت الميامن ثم المياسر، وإن شئت عممت الجسد بالماء ثم تغسل رجليك. الآن ده الغسل المسنون بهذه الهيئة وهذه الكيفية، وحديث ميمونة ثابت وغير من أحاديث الواردة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان يأتي بهذه الهيئة وهذه الكيفية، هذه هيئة الغسل المسنونة. ولكن الإنسان لو اكتفى بفرائض الغسل فقط صح غسله ويجوز له الإنسان بعد ذلك أن يذهب ثم يتوضأ ويصلي صلاته. وأجاز العلماء إذا أتى الإنسان بالغسل على هيئته المسنونة جاز له أن يصلي به والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا فضل الله من القضارف يسأل، يقول هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها إذا ما كان بديها الحاجة التي تكفيها؟ طبعا خلي بالك الحقوق بين الزوجين واضحة وبينة، الرجل له حقوق وعليه واجبات، والمرأة لها حقوق وعليها واجبات، كل واحد من الزوجين يعني يؤدي ما عليه من واجبات ثم يطالب بحقوقه. المرأة تؤدي واجباتها وتطالب بحقها، والراجل يؤدي واجباته ويطالب بحقه. الإسلام رتبه بهذه الكيفية وهذه الصورة، كل إنسان سماه الحقوق الزوجية، سماها الحقوق الزوجية، كل واحد من الزوجين عنده حق. ولو أن كل إنسان أو كل زوج يعني أدى حقه، أدى واجبه الذي عليه وأخذ حقه، لحصل تكامل بين الزوجين في داخل بيت الزوجية. ولكن الإشكال يأتي في أن بعض الناس يقصر في واجباته ويقصر في واجبه الذي عليه. الزوجة من حقها على زوجها الإنفاق، والإنفاق يا أخي يا فضل الله هو إنه يطعمها يأكلها تأكل وتشرب، وبعدين يكسيها الكساء الذي يستر عورتها ويلبسها اللباس الشرعي، ثلاثة يسكنها السكن المشروع السكن الشرعي، دي حقوقها. مسألة الإنفاق هذه مسألة تقديرية بحسب
بحسب ظروف الإنسان وحسب يعني إمكاناته وحسب الواقع الموجود في المجتمع الذي يكفي هذه المرأة. لكن إذا كان المرأة متطلعة إلى ما هو أعلى من ذلك، دائرة حاجات تجي دائرة ستاير زي النسوان، ودائرة يعني كراس حق الجلوس زي النسوان، ودائرة هو المسكين ما عنده، كيف يكون مقصر في حقها؟ دائرة تمشي الحفلة الناس بيشيروا كيس حق الحلاوة الصغيرة، إدارة شركة العلبة حق الحلاوة الكبيرة وما عنده كيف يديها؟ هذا لا يعد تقصيرا يا أخي. إذا قام كان الرجل شحيح ما بيديها حتى حقها أكله وشرابها، ده مضيق عليها ما بتكتفي في الأكل والشراب، جاز لها أن تأخذ من ماله ولو سرا بغير معرفته، كما ما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها الصحابية الجليلة، لما جاءت تشتكي أبا سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، قال لا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تأخذ المعروف بدون إذنه بدون أي حاجة، تأخذ الشيء اللي بيكفيها إذا كان عنده قروش، لكن الزول المسكين ما عنده حاجة حسب قدراته شغال يوميا، لا يعني ما ليس بالضرورة أنها تليح عليه عشان يديها حاجات يعني فوق طاقته، أو تحاول أنها تعيش مع المجتمع تنافسه في الأشياء التي أصلا تكون موجودة في البيوت، أو تضطر الزوج أنه يمشي يدين عشان يدفع عليها، لا، وإنما الواجب عليه أنه يأكله ويشربه ويسكنه مستورة في بيته، في بيت مشروع إن شاء الله غرفة واحدة ومعاه برندته وحوشة مكفول، ده حقها المشروع، وبعد ذاك يلبسها لباس يعني يلبسها الملبس الذي يستر عورتها، سواء كان يعني لباس للخروج من البيت أو كان لباس يعني للقعاد في البيت في داخل البيت، في الأخير ده الحق عليها، وهي من حقها من حقه عليها ومن واجباتها أن تملكه نفسها ولا تهجره إلا إلى سبب مشروع. الهجر من الزوجة للزوج لا يجوز مطلقا لأي سبب من الأسباب أبدا بأي حال من الأحوال، حتى ولو أنه قصر في واجبها في حقوقها وما أدى واجبه الذي عليه، تمشي ترفع أمرها إذا لم يرعوي حتى الحياة دي، ترفع أمرها للقاضي وهو الذي يلزمه بوجوب النفقة عليها والإنفاق عليها. عدم الإنفاق نفسه قد يكون مصوغا لها لطلب مش الهجران، طلب الطلاق نفسه، طلب الطلاق نفسه من حقها أن تفعل، أن تفعل على قول يعني جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله رحمة واسعة. فلذلك يعني هي ما تستعجل طوال، لأنه الرجل ده إذا أصلا زوجته وهجرته ممكن يضطر يمشي يبحث عن 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 المحرمات، والله تعالى أعلم. أخونا فضل الله كذلك سأل عن ناس الكراسي، إنه هو الإمام بيركع وبيرفع وبيقوم يسجد، وصاحب الكرسي نعم الإمام يسجد وبيرجع لكرسي حقه. طبعا لو كان بيسجد مع الإمام، والمشكلة عنده في الركبة في الركوع ما يقدر يركع، ما يقدر يركع، الإمام بيكون ساجد يمشي يسجد معه، الإمام نعم يرفع بيقوم الإمام بيقعد بين سجدتين الجلوس السنة، ويقوم بعد ذاك يجلس على كرسي حقه، على كرسي، لأنه ما يقدر يصنقر في الوطة تحت، عنده مشكلة في الركب تحت تمنع من الركوع وتمنع من الجنوب من الجلوس في الأرض، ما يقدر، لكن السجود بيقدر عليه، يسجد وبعدين من الإمام يرفع يقول الله أكبر، يجلس يعني يجلس بين السجدتين، يقوم هو يجلس في كرسي حقه، الإمام سجد ثاني يقوم طوال يتابع الإمام ويسجد معه السجدة، فإذا قام الإمام قام معه، لأنه إنما جلس على كرسي لحالة طارئة كما ذكرنا سابقا، وأن هذا الشخص لا يقوى على الركوع ولا يقوى هذا الشخص على مسألة مثلا، أو يقوى على الركوع ويقوى على السجود لكنه لا يستطيع أن يجلس في الأرض، لا يستطيع أن يجلس في الأرض على أي هيئة كانت، ما يقدر يجلس. في هذه الحالة يمكن الجلوس بين السجدتين يكون موجود في يكون في الكرسي نفسه يرفع، بعد ذلك الإمام سجد يقوم يسجد معه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا أوشيك من كسرة سأل سؤال وقريب من السؤال الأول، إنه والله الناس بدأوا يتحايلوا على أكل الربا. طبعا الحيلة واضحة جدا في المسألة التي ذكرها أخونا أوشيك قبل قليل، إنه أصلا زود داير قروش جاب بتاع الدكان ولا استلموا بضاعة ولا البنك تملك بضاعة، والبنك الآن واقع في إثم، ولا حتى لو كان شخص ما هو بنك، لو كان شخص نفسه داير يخش مضاربة مرابحة مع واحد من الناس وقام جاب الزول ده وأداه قروش طلع برا قام ده رجع عليه قروش وشال منه حاجة. طبعا ده كله يا جماعة هو تحايل على أكل الربا، وهو واضح إنه الإنسان ده استلم قروش ولم يستلم بضاعة ورجع القروش دي بالزيادة، اللفة اللي عملوها دي كلها حيلة لأكل هذه الزيادة وأكل هذا الربا، والله تعالى أعلم.
بهذا نكون إخوتي في الله قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ديوان الإفتاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خطأ وزلل. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية بنك درمان الوطني. مجموعة أقلام لينك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.